شيف محمود، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. أنا أظن أول مرة بدخل مطبخ سقفه هالقد عالي. إيش في؟ هذا عشان بنا قديم. مش معقول، شو حلو. هلا بندوقه الكرات بالبطاطا. حلو. هي عبارة عن بطاطا مسلوقة مهروسة، بنضاف عليها الزعتر، الفلفل الأسود، الملح والثوم. طبعا البطاطا هي مهروسة جاهزة بعد ما تنسلق، بنضاف عليها المكونات اللي هي الزعتر، ملح، فلفل، زعتر، الفلفل، الملح، اللي هي ثوم وثوم. كفتة بندورة. يلا. نحط السينيزي هيك. كنا في مدرسة حدانا هون شاف. في مدرسة أطفال. والله. سعيد البحرة. إحنا عندنا هون لحمة. لحمة إيش شاف؟ لحمة بلدي. هاي. لحمة خروف. بلدي. خروف مع جدي. بتقسموا معد عشان ما تكون اللحمة دسمة كتير. ليه مالها الدسامة حلوة بس الجدي هاي حركة حلوة. عشان نخفف دسامة اللحمة.